كتير كده متعوده انها اول ما تصحى كده تبقى عايزه تشوف يا ترى ايه الجديد في اسعار العملات والذهب، في استقرار، في زياده، في انخفاض. عموما هنشوف دلوقتي مع حضراتكم، والبدايه دايما بتكون من اسعار العملات وسعر الدولار الامريكي اللي بيسجل النهارده للشراء 30 جنيه و13 قرش، اما البيع 30 جنيه 23 قرش. اليورو بيسجل النهارده للشراء 32 جنيه 82 قرش، اما البيع 32 جنيه 93 قرش. الجنيه الاسترليني بيسجل للشراء 37 جنيه و12 قرش، اما البيع 37 جنيه 26 قرش. الريال السعودي بيسجل للشراء 8 جنيه و3 قروش، اما البيع 8 جنيه و5 قروش. الدينار الكويتي بيسجل للشراء 98 جنيه 72 قرش، اما البيع 99 جنيه و7 قروش. واخيرا الدرهم الاماراتي بيسجل للشراء 8 جنيه و20 قرش، اما البيع 8 جنيه 23 قرش. طيب نروح بقى لاسعار الذهب. واسعار الذهب الحقيقه يعني هي في ارتفاع عالمي بعد رفع الحقيقه الفايده في البنك الفيدرالي الامريكي. عموما خلينا نشوف النهارده في مصر تعاملات الذهب في بدايه صباح يوم الخميس، والبدايه من عيار 18 اللي بيسجل النهارده 1474 جنيه، اما عيار 21 فبيسجل 1720 جنيه، عيار 24 1965 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب 13760 جنيه.